السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللقاء الثالث من مادة مناهج البحث العلمي، الفصل الثالث، أدوات البحث العلمي. طبعا إخواني، وردتني بعض الأسئلة، ما هو أو ما هي أهمية هذا الكتاب؟ ما هو المغزى من تعلم مادة مناهج البحث العلمي؟ أنا كطالب جامعي، كيف سأطبق هذه المادة في الحياة الجامعية وفي الحياة العملية؟ من خلال هذه المحاضرة سوف نجيب عن أهم هذه الأسئلة. أولاً، يتوقع من الدارس بعد قراءة منهجية البحث العلمي وهذا الفصل الثالث قراءة تحليلية أن يتعرف على أهمية أدوات البحث العلمي من خلال تطبيق الملاحظة والاستبيان والمقابلة في حياته العملية. أيضاً التعرف إلى أدوات البحث العلمي ومزايا كل أداة وخصائصها، والتعرف على الطريقة الأنسب والأفضل لبناء يعني الاستبانة أو أسئلة الاستبيان. محتويات الفصل تعتبر عملية جمع البيانات خطوة هامة ومهمة جدا في إجراء البحث. نحن دائما لما ندخل في الحياة العادية، في عنا شيء أو يجب أن نفرق بين البيانات وبين المعلومات. مين بيعطيني الفرق بين البيانات وبين المعلومات؟ من فوق 70 سنة كذا،
فهون هاي المعلومات الأساسية لما أخذ معلومات بعد عمل بيانات. عمل بيانات. فتعتبر عملية جمع البيانات خطوة مهمة، تعتبر عملية جمع البيانات خطوة مهمة في إجراء البحوث. أي بحث بدنا نشتغله إن كان استبيان أو دراسة ميدانية تعتمد على الاستبيان أو حتى دراسة تاريخية أو أي شيء، فأول شيء هو جمع البيانات. وتعتبر عملية جمع البيانات عملية منظمة بتقوم على اختيار أداة البحث اللي نحن بدنا نشتغل عليها بحثنا، إما الاستبيان الميداني أو الملاحظة العادية أو المقابلة لما بنقوم نعمل مقابلات. رح نتطرق نبدأ خطوة خطوة. طبعا هذا المبحث فيه ثلاث فقرات، فيه فقرة الملاحظة، فيه الاستبيان، وفيه المقابلة. نحن رح ناخذ فقط وضع في إطار القانون ونشره، وبعدين تلقي الإجابات وتحليل بياناتها. الصورة الشكلية للأداة ومضمونة. أول شيء تحديد الغرض من تكوين أداة البحث العلمي. يعني أنا لما بدي أعمل استبيان هو للإجابة عن أسئلة، فأول خطوة هو بنقول لماذا نصمم هذه الأداة، أنا إيش الغاية من هذه الأداة، ولمن تصمم، مين الفئة المستهدفة أو الشريحة اللي أنا بدي أصمم فيها الأداة. وتتضمن الإجابة موضوع البحث، يعني إجابات الأسئلة اللي في الاستبيان هي نفسها موضوع بحثك أو الظاهرة اللي تريد وصفها. ترجمة الغرض إلى صيغ إجراءات إجرائية عملية. أنا لما بدي أبدأ في هذه الخطوة بتعرف إلى قابلية تنفيذ الغرض من الأداة، حيث يتم التعرف إلى المفاهيم والمصطلحات. أنا يا ترى الجمهور أو الشريحة أو الفئة المستهدفة قابلة تفهم علي وتجاوبني على هذا الاستبيان ولا فيه غموض؟ تعيين مضمون الأداة وشكلها. مضمون هي الأسئلة اللي نحن بدنا نسألهم. شباب المرحلة
الأسئلة نحن اللي سألناها في الاستبيان، هاي الأسئلة يعني ممكن هذا الاستبيان أضيف عليه لحد 30-40 سؤال حسب الحاجة، ولكن يراعى في الاستبيان يجب أن يكون يعني الأسئلة منطقية، ما تأخذ وقت طويل لما يمل الشخص المبحوث، تكون واضحة ومتسلسلة يعني مترابطة، السؤال بأدي للسؤال اللي بعده وها مثله. نحن لما بنجي على الصفحة، أنا كمعد استبيان رح تطلع عندي لوحة المفاتيح بهذا الشكل. طبعا إذا ما طلعت عندي بهذا الشكل أو ما عرفت ألاقي وين لوحة المفاتيح اللي أنا بدي ألاقيها، بفوت على جوجل درايف. الدرايف كمان بيحفظ لك النسخة من الاستبيان. هلا بنشوف بنفوت، هلا نحن هون صفحة، هي الصفحة، هذا التبويب أو هذا التبويب اللي قبله، هون نماذج، هذا التبويب الاستبيان اللي عندي. طيب أنا إذا سكرت هي التبويبات وين بدي ألاقي استبياني أو الإجابات؟ ممكن أنا أضيع ما أعرف ألاقيها، أرجع أعمل استبيان ثاني. فبفوت على تطبيق الجوجل درايف هاد على التليفون أو على الكمبيوتر. أول شيء الجوجل درايف راح يعطيني بالصفحة تبعه، لما بفتحها هلا بنشوف، بس النت ضعيف شوي، راح يعطيني نفس هاي النسخة أو نفس اللوحة، فيها الردود وفيها الاستبيان وفيها كل شيء، راح يعطيني الملفات اللي أنا استخدمتها آخر شيء. شايفين الملفات اللي أنا استخدمتها آخر شيء؟ هذا ملف مناهج البحث العلمي على درايف. فهذا الاستبيان ما راح يضيع، يعني حتى ولو سكرته أنت من محل ما عم تشتغل عليه بتلاقيه موجود أو محفوظة نسخة منه على جوجل درايف. حتى إذا سكرت النسختين الأساسيات مثل ما أنا عم بعمل في التبويب، وحتى إذا سكرت الدرايف نفسه، أنت اليوم صار عندك هذا الاستبيان. هذا الاستبيان شوفوا مثل ما قلنا الردود، أنا كباحث ما بهمني الأسئلة، الأسئلة نشرتها ووزعتها، أنا بهمني اليوم أحصل على الردود، كيف بدي أحول هاي الردود في نهاية بحثي إلى بيانات. فأنا بجي بقول عندي 26 رد، عندي 26 إجابة، عندي 26 إجابة. هلا أنا لو فصلت بين ذكر وأنثى راح يعطيني فرضا عدد الذكور وعدد الإناث، راح يعطيني هلا هون عندي فرضا عدد الكليات، كلية الآداب، أكثر شيء نظم المعلومات 46% الإجابات، شريعة ما حدا أجاب، الطاقة البديلة أعطاني إجابات. بالنسبة لعدد السنوات شايفين شلون تطلع، لما بكون عندي ردود كثيرة ما تطلع بهذا الشكل، تندر تطلع لي بهذا التشارتات، دوائر نسب مئوية. واضحة يا شباب؟ في حال أنا ما بدي نسب مئوية، أنا بدي جدول ممكن أنا أشاركه أو أطبعه، في هذا الزر على زاوية الردود من هون في عندي بإمكاني أعمل جدول إكسل، ويطلع عندي جدول إكسل بهذا الشكل. هذا الجدول إكسل لساتنا هون على الدرايف، يعني ما بإمكانك، ما بإمكانك تقدر تعدل عليه أنت كباحث، لأن هذه أصبح أماني، نسخة من الشيء اللي جاك. ولكن أنت بتعرف الساعة والثانية والتاريخ واليوم اللي قدم فيه الباحث، فرض محمد نور بركات 6 دقائق و59 ثانية و59 دقيقة و3 ثواني عبى بحثه. يعني أنت اليوم لما بتكون في منظمة ما حدا يتشاطر ويبرك يعبي استبيانات من عنده، لأني بتبين على عند الإدارة إيش قد الوقت اللي أنت معبي فيه، وإيش قد الاستبيان هذا كم دقيقة ممكن يطول معك. إذا كان عندك شخص عم تسأل وبجاوبك، هل يا ترى رح يطول 3 دقائق؟ رح تنتقل من مسكن لمسكن أو من خيمة لخيمة بكم دقيقة؟ فهون تفقد مصداقيتك كموظف أو كباحث. يعني أنت اليوم لما أنا أطلب منكم تعملوا استبيان ميداني في نهاية مناهج البحث العلمي،
ما واحد يجي يعبي لي بيانات يبرك وبرك في البيت يعبيه، لا، بين معي الثانية والدقيقة والزمن اللي استغرقوا الاستبيان. فأنا بدي فرضا استبيان حقيقي، بين معي استبيان حقيقي في عدد الـ طيب هون أنا هون ممكن هدول نفسهم أحاول أشوف، يعني دائما وأبدا من مجرد ما أشرت على أي خانة يعطيني العدد، عدد 13 شخص أجاب عندي نسبتهم 48.1%. هل من الفوائد تبع جوجل فورم؟ رح نرجع نعيد للمرة الأخيرة، وبكرة تبدأوا بتشتغلون كل واحد يجهز نموذج ويرسلوا على المجموعة لنعبيه. نفوت على شيء اسمه نماذج جوجل فورم لإنشاء النماذج الإنترنت. الانتقال إلى النماذج، تكبس انتقال إلى النماذج، إذا ما عندك أي نموذج بطلع لك الصفحة فاضية. إذا عندك نماذج بطلع لك هذا الزر، إذا بتستخدمه من الكمبيوتر أو من التليفون، زر الزائد، إضافة نموذج. أضفنا النموذج، أول شيء شو بنعمل؟ نكتب العنوان، نمسح الشيء الموجود، مناهج بحث علمي. أول شيء بنكتب العنوان، مناهج. لأني العنوان يفضل كتابته من فوق من هون. نموذج بدون عنوان، العنوان مناهج البحث العلمي 2. تمام، أخذ. وصف النموذج، بدك تكتب الوصف، فرضا تدريب عملي. انهينا منه، جينا على الخيارات. عندي خيارات هون، السؤال الاسم. تمام، انا شلون بدي اخذ جوابه؟ اخذه مربعات، اخذه قائمه منسدله. ممكن انا يقول لي الاسم، ايش الاسم؟ الاسم الاول، بعدين اسم الاب، الام، وهو مثله. انا ليش لاني اعطيته خيارات قائمه منسدله، فراح يفتح قائمه منسدله. انا ممكن اعطيه بهذا الشكل يتحول لعندي. فخيارات استخدام الجوجل فورم كثيره. هلا نحن بناخذ الاجابه القصيره اذا كان اسم للسهوله، نعطيه مطلوب. لما اعطيناه مطلوب اصبح هذا السؤال اجباري، ما بامكانه ينتقل على السؤال اللي بعده الا يجاوب عنه. نجي لهون اضافه سؤال، نجي للبعده اضافه سؤال، الجنس. اذا كتبنا الجنس يعني في نوع من الخيار الذكي. هلا انا اذا كتبت له ذكر راح يعطيني هون خيارات، اضافه خيارات. ممكن الخيار الثاني يعطيني انثى لحاله، او عدم، افضل عدم التصريح. فهون هون مجرد في امور مبرمجه في الجوجل فورم. ايضا راح اعطيه مطلوب، راح اعطيه اضافه سؤال، راح انزل على السؤال، اسم الكليه، راح اعطيه مربعات او خيارات متعدده، علوم، راح اعطيه فرضا هون علوم، اضافه خيار. في عندي غير ذلك اذا بدي، اضافه خيار 2 سياسيه، وهاو مثله. بتم بضيف خيارات اللي بدي، هي كم خيار بدي لكم كليه عندي، بفتح لهم خيارات. بعد ما افتح الخيارات ايضا بعطيه مطلوب، برجع بعطيه السؤال الرابع، السؤال الخامس، بعطيه مطلوب. بعد ما انتهي من كل هذا الشيء نجي على الارسال. ارسال هون عم بحدد لك حد وين بدك ترسله. نحن نجي بنقول ارسال عن طريق اللينك.
تقصير اللينك، نسخ، صار جاهز استبيانك. من أرسلته، من بعته للجهة اللي أنت بدك ترسله، أو قبل ما نبدأ نرسله دائما وأبدا قلنا بدنا نفحص، بجوز يكون في عندي خطأ إملائي، بجوز يكون في عندي شيء، فأنا ما ببعته بعممه بعدين يكون في أخطاء، رغم أنه بإمكانك تصحح الأخطاء إذا كان عندك أخطاء، ولكن يفضل ما ترسله إلا تتأكد، يعني تبعته لحدا قاعد معك جنبك، زميل إلك على الخاص، وتبدأ تتابع. لما بترسله أول شيء بكون لينك، أنت إذا نسخته وحطيته على الواتساب قبل ما تبعته طولت بالك عليه نص دقيقة، شايفين صورة الواتساب هلا هون، بس عيطيني اللينك. شوي تاني بيعطيني الاسم، هون عيطيني جوجل فورم، بيعطيني اسم لما يطلع عندي بهذا الشكل، لا يطلع عندي اسم الاستبيان كمان رجع ما نسخ. هاي أهم ما يميز الاستبيان في البحث العلمي كأداة بحث علمي. رح نرجع نستذكر فوائد الاستبيان. هو له صيغة محددة من الفقرات والأسئلة، شفتوها بعينكم، تهدف إلى جمع البيانات من أفراد حيث يطلب منهم الإجابة عنها، والاستبيان هو طلب البيان والاصطلاح الإباني. وقد شاع إطلاق لفظ الاستبيان، وقد شاع لفظ الاستبيان على وسائل قياس الشخصية الموضوعية من عام 1917. بالنسبة للاستبيان يجب أن يكون في صيغة ما يلي: أن يقدم للفرد قائمة صفات ويطلب منه هذا الاستبيان إذا دراسة في دراسة ميدانية. رح ناخذ الاستبيان له ثلاث أنواع. الاستبيانات المفتوحة، يعني أنت لما بتعيف حرية الرأي للشخص في عندك كلمة الإجابة القصيرة شفتوها، هذا الاستبيان مفتوح، تعطيه السؤال وبتنتظر منه الإجابة، بعبر عما في داخله. استبيان مقيد، تصاغ بأسئلة تكون إجابتها نعم أو لا، أو أنت بحدد له الإجابات سابقاً. استبيان مفتوح ومقيد، يعني أنت ممكن تعطيه إجابات من خيارات عديدة وبعدين تقول له وما هو رأيك في نهاية الوضع، أو تعبير عن رأيي. هذا الأمر بالنسبة للاستبيان المقيد والمفتوح ممكن يعطيك إجابات كمان يكون أنت ما لك خطر ببالك تحطها في الاستبيان. بالنسبة ل يجب مراعاة الأمور التالية في صيغة الاستبيان، بدنا نحن نراعي كثير أمور. أول شيء، جعل الاستبيان جذاب في شكله ومظهره بحيث يقبل المفحوص تعبئته. يعني أنت لما بتكتب الوصف تبعه تكتب أنه هذا الاستبيان لأغراض بحثية، يهدف الباحث الكشف عن فرضاً أهمية التسوق أو أهمية التسرب الدراسي، عن يعني الظاهرة اللي أنت بدك تدرسها تشرح عنها سطرين أو ثلاثة. جعل أمر تعبئته سهل، يعني ما يكون طويل كتير. رقم الأسئلة والفقرات كذلك وصفحات الاستبيان ما تكون، يعني في أشخاص بعتوا استبيان 50 سؤال، يا أخي هذا ممل، يعني ممل كتير. ضع عنوان الشخص أو المؤسسة اللي بدك ترسل له الاستبيان. انت اذا بدك تبعت الاستبيان بشكل صيغه ورقيه بدك تبعته في البريد او بمؤسسه بدك توجهه لاشخاص، ضمن الصفحه الاولى تعليمات واضحه عن كيفيه تعبئه الاستبيان. هذه الامور اصبحت قديمه، ما عاد حد يستخدمها. ابدا الاسئله الممتعه والمهمه التي لا تضعها في نهايه الاستبيان. دائما انت حاول يكون في عندك اسئله مهمه وواضحه وممتعه، يعني يتقبل الشخص في بدايه الاستبيان، ما تساله اسئله محرجه تدخل في الأمور، يعني يخاف الشخص، خاصة لما انتشار المنظمات وكثرة الاستبيانات الناس ملت مع تعبئة استبيانات. ضمن الصفحة الأولى عبارة تطمئن المفحوص إلى سرية البيانات وأنها ليست للنشر،
وهذا الأمر ذكرناه وشيء مهم. عند صياغة الاستبيان يتوجب مراعاة الأمور التالية: وضوح الجملة أو البنود، قصر الجملة ووحدانية الهدف، أي لا تكون بنود مربكة. يفضل تجنب استخدام الجمل المنفية، حيث أن استخدام النفي قد يؤدي إلى استجابة غير سليمة. يعني تسأله: هل تعتقد أن لا يوجد سبب؟ شلون تعتقد وأن لا يوجد؟ فبدك تحاول أن تعطيه السؤال وإما نعم أو لا، إذا بدك تنفي أو ما تنفي. يفضل تجنب استخدام كلمات فنية اصطلاحية غير مألوفة لأفراد الدراسة، لأن استخدام مثل هذه الكلمات لا يؤدي إلى فهم الجمل. يعني أنا بدل ما أجي في مخيم ومعظم أشخاصه من النساء الكبار في السن والأميات، أجي أقول له ما هو رأيك في سيكولوجيا أو الاحتراق النفسي في المخيم في لساكن الخيم. لا، أنا بسأله يعني بالصيف في بصير عندكم نوع من النرفزة نتيجة الحر، بالشتاء نتيجة البرد أو طوفان الخيام بصير عندكم تذمر. يعني بحاول أسأل أسئلة تكون قريبة وواضحة لفهم الشخص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خاطب الناس على قدر عقولهم. فأنا لما بدي أسأل شخص غير مختص، ما بدخل في اصطلاحات وأمور يعني ما تكون مفهومة، يطلب منك شرحها وبجوز الشخص يخجل فما بتحصل على الإجابة. تجنب الأسئلة الإيحائية، يعني أنت تسأله وتلمح له على الإجابة، كمان هذا بيحرف البحث عن هدفه. يجب صوغ الأسئلة العديدة بشكل دقيق، أي يحدد الاستجابة المطلوبة بدقة وبذكر الوحدة المستخدمة. مزايا الاستبيان: هو قليل التكاليف والجهد، شفتوا شلون نستعمله بسهولة، سهولة التأكد من صدق وثباته قبل استخدامه، سهولة تحليل النتائج، شفتوا شلون تطلع لنا النتائج بشكل تشارتات وعينات، فيعطي المفحوص وقتا كافيا لقراءة الأجوبة، حرية الاستجابة والتعبير عن الرأي. وبالرغم من أن الاستبيان وسيلة ملائمة للحصول على البيانات، إلا أنه يؤخذ عليه، قد تتأثر الإجابات في بعض المفحوصين بطريقة وضع الأسئلة. يعني أنت كشخصك بتكون جوا السؤال، وهذا الأمر يحرف البحث. هناك فرق بين الاستجابات نتيجة اختلاف المفحوصين. طبعا هذا اليوم في استخدام النت تجاوزنا هاي الأسئلة، عدم ضمان تعامل المجيب أو المفحوص عليها بصدق أو جدية. يعني ببرك بعبي لك هيك إيش من إجا عنده بعبي. يميل بعض المفحوصين إلى تقديم معلومات غير دقيقة، أيضا لا تناسب عديمي القراءة أو المتحدثين. هذا بحثنا لليوم، تقريبا انتهينا منه بشكل كلي. وطبعا في المقابلة والملاحظة ممكن أنتم تطلعوا عليها فيما بعد، ومنرجع منكون معكم في حال حبيتم يعني تعملوا استبيانات نتعلم عليها بشكل سريع وشكل سلس. وأي سؤال بصعب عليكم في وضع الاستبيانات أنا موجود معكم، وهذا شيء مهم لكم في هذه الفترة للحياة العملية وللحياة البحثية. اللي عنده أي سؤال يتفضل قبل ما ننهي المحاضرة، وشكراً على وقتكم. اليوم أخذنا جلسة زيادة، ولكن بتمنى تكون فائدة عام لكم. هلأ عم يسألني الأول الواجب علينا، الواجب أنه تحاولوا تتدربوا على صناعة استبيان، على صناعة الاستبيان وكيف توجه استبيان. أول شيء تقروا البحث فقرة الاستبيان فقط، يعني المقدمة فقرة الاستبيان، وبعدين تتدربوا على إنشاء الاستبيان الإلكتروني ونوزعه بين بعضنا ونجاوب عليه ونتجاوب مع رفقاتنا، لأن هذا الأمر رح يفيد الباحثين مستقبلاً، ويتدربوا ياخذوا يطلعوا من الإطار النظري للإطار التطبيقي العملي.
اللي ما عنده صوت أول ما بفوت على المحاضرة بكون في زاوية الشاشة من اليسار إشارة سماعة رأس، يضغط عليها بيطلع عنده المايك والكاميرا، لأني أنتوا عم بتفوتوا بس يعني مشاهدة الفيديو. هذا الأمر من خلال دخولكم أول ما تدخلوا على الزوم تضغطوا على اليسار من أحد كان بالتليفون أو من الكمبيوتر. في حدا عنده أي سؤال شباب؟ الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم ويبارك. دكتور بس سؤال إذا سمحت أو كفكرة يعني. بس إذا في ممكن تحدد لنا أسئلة أنت ونحن يعني نعمل الاستمارة على أساسها مشان يكون موحد يبين عندك الأوجه الخطأ أو الصح. لا لا أول شيء مبدئيا نحن خلينا نتدرب أنه أنا أمتلك مهارات أنه أصمم استمارة. فتصميم الاستمارة يعني اسمك وتحط عنوانك، عنوان كل استمارة اسم المخصوص، اسم الطالح. اثنين اسم الكلية في الوصف، اسم الكلية كليته ومادة مناهج بحث علمي تدريب عملي. ثلاثة الاسم الكلية، ممكن تحط العمر وتحدد الفئات بين 20 و 30 بين 40 و 50 بين 60 و 70 والجنس ذكر أو أنثى فقط غير مبدئيا. يعني بيانات ديموغرافية؟ لا لا بيانات عادية، يعني بيانات عادية إنه أنا يعني ما بدي أكثر من هيك يعني مبدئيا، يعني لا أطلب لا إيميل لا رقم تليفون ولا حتى يعني طيب يعني حتى ممكن إنه تطلب اسم مستعار أو اسم الكلية. دكتور هلا بالنسبة للاستمارة بمجرد أنه قمنا بإرسالها رح يقوم بحفظ نسخة كنموذج على الجوجل فورم؟ على الجوجل فورم وعلى الدرايف عندك رح تلاقيها في الدرايف جوجل درايف. هذا وفينا نرجع نعدل عليها ما هيك؟ طبعا فيك ترجع على الأسئلة، فيك على الأسئلة في عندك زر تعديل خيارات تعديل الأمر بس من مجرد ما مارسته مو بس الأسئلة رح تلاقيه سهل ويسير ورح تستخدمه في لا هو سهل. الله يعطيك ألف عافية يا رب. الله يعافيك ويبارك فيك. أنا هلا عدلت العنوان يعني عدلت العنوان وفي كان في عندي أخطاء إملائية كمان عدلتها على الاستبيان اللي عملته أنا، يعني فيك تشتغل بدك إياه علي. نعم أستاذ أحمد الله يجزيك. بس تعرف وين هذا الاستبيان رح ينحفظ؟ على أي قاعدة بيانات عندك في التليفون؟ هو على جوجل درايف. بس خلصته ونشرته وسكرت تليفونك أو غادرت، إذا بدك ترجع له رح تلاقيه، إذا مت تليفون رح تلاقيه على جوجل درايف. وجوجل درايف إشارته أنت لما بتفتح على تطبيقات جوجل راح تلاقي جوجل درايف يعني موجود بهذا الشكل، شكله مثلث فيه أصفر ضلع أصفر ضلع أزرق وضلع أخضر مكتوب. أي مفهوم دكتور الله يجزيك. يعني في بعض الأخوة أو الأخوات ما عندهم يعني قوة الاطلاع والمعارف في التطبيقات النت. اليوم نحن جامعة افتراضية، فمفروض طالبنا أول شيء يمتلك مهارات التواصل، مهارات العمل الإلكتروني والعمل عن بعد، جمع البيانات، التعامل معها. فهي الأمور هي إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة رح نبدأ ناخد التعرف على كيفية استخدام باتل وورد نفس جوجل من طالعه. كان في اخت من الاخوات عم تسال سؤال وفصل عندي النت، ممكن ترجع تعدلي السؤال. شباب ايه دكتور السؤال كان انه هي بدها تفوت على محرك البحث جوجل لحتى انا تقدر يعني تملا النموذج، هذا كان السؤال انه من جوجل نفسه يعني. هلا من اول شيء بتفوت على جوجل يعني على محرك بحث جوجل او جوجل كروم، تكتب نماذج جوجل فورم، فهي اول شيء بيطلع لها، بتعطي تنزل على الصفحة الانتقال إلى النماذج. الخطة الثانية الانتقال إلى النماذج، بدخل عنا النموذج.
بيعطينا أول شيء في إشارة زائد إنه إضافة مثل إضافة ملف، إضافة نموذج. أول شيء نحدد العنوان والوصف ونبدأ نشتغل نبني النموذج خطوة ورا خطوة. واضح دكتور، الله يجزيك خير. وفي حال مش مخل إنه النموذج، أستاذ خالد أنت رافع إيدك تفضل. أستاذ خالد بيضاء، طيب بقي حدا من الأخوة والأخوات عنده أي سؤال؟ طولنا عليكم اليوم كثير، الله يعطيكم العافية، مشكورين جداً. بتمنى تبدأوا تتدربوا وتعملوا على بناء الاستبيانات من أجل اكتساب مهارة العمل على الاستبيان. بعدين رح نشتغل في موضوع أبحاث تانية، ورح نشتغل على الحلقات المقبلة أو المحاضرات المقبلة عفواً في